مروع الإشارات اللي ينبغي لكل إنسان أن يستفيد منها استفادة واقعية ليغير في واقعه على مدى عام كامل، سواء كان بخصوص النساء أو الرجال. ينبغي أن يكون المعنى من محرم هو الإصلاح، كما أكد الإمام الحسين عليه السلام على هذا المعنى الرائع: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن الإنكار وأسير بسيرة جدي وأبي علي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي ذلك أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. البعض ممكن قراها يقول: أن نستعد ماديا لاستقبال عشرة محرم من ملابس وغيرها، وننسى أن نهيئ أنفسنا فكريا وروحيا لدروس الثورة الحسينية. يقول: ما لا يعجبني في عاشوراء أن تمتلئ طرقاتنا بالأكل والمشروبات، وكأننا في مهرجانات فرح همنا الطعام، وننسى أن الحسين عليه السلام قتل عطشانا ظمآن، وننسى لماذا قتل حسين. ما لا يعجبني في عاشوراء أن تتنافس المآتم الحسينية وخصوصا النسائية بتقديم المأكولات والمشروبات، وتكون المنافسة الوحيدة من الأفضل والأكرم في تقديم المأكولات، وتنسى القيمة الحقيقية والرسالة العلمية للمآتم الحسينية. ما لا يعجبني تلك الفتيات اللاتي يحضرن لتعزية أبا عبد الله زين وهن في قمة الأناقة والتبرج، ويتبادلن الحديث والعلم أثناء قراءة الخطيب، وكأنهن يشاهدن برنامج أو يستمعن الإذاعة، ولا ترمش لهن طرفة عين ولا يهتز لهن قلب على مصاب أبي عبد الله الأسود. ما لا يعجبني تلك الفتيات التي يحضرن للمآتم الحسينية وهن بارزات لشعورهن، وعندما تكلم الخطيب عن الحجاب يبتسمن وكأن الأمر لا يعنيهن لا من قريب ولا من بعيد. ما لا يعجبني أن يمر العزاء والشباب في لطن المعزاء بينما هناك شباب واقف بقصة شعار وسلسلة متدلية على الصدر يتفرج على العزاء ولا يشارك في عزاء أبي عبد الله الحسين. ما لا يعجبني أن تكون مسألة عاشوراء مسألة وقتية لا نستفيد من أهدافها وقيمها طوال حياتنا. ما لا يعجبني أننا جعلنا الحسين رمز للطم والبكاء والتراجيديات الحزينة، ونسينا الدروس المستفادة من الثورة والإباء ورفض الظلم. ما أروع صراحة من يعني توجيه ومن نقاط مهمة. ما لا يعجبني أن تمتزج شعائرنا بأشياء غريبة ونخلط بين الفرح والحزن، فمثلا ليلة الثامن توزع العروض والحلويات بأشكال وأفكار كالتي تقدم في أفراحنا وعراسنا وخصوصا في المآتم النسائية، ونسينا أن القاسم قدم لنا أروع نموذج للتضحية وأكبر من تلك التي نعملها في مآتمنا. ما لا يعجبني أن نستمر في العزاء على الحسين لوقت متأخر من الليل، ومن ثم نتكاسل لأداء فريضة ويش صلاة الصبح، وننسى أن ثورة الحسين ما قامت إلا من أجل إقامة قيم الدين الأساسي المحافظة على الصلاة. ما لا يعجبني أن تسير مواطن المعزين مخلفة وراءها كومها إلى من القمامة، ويتناسى المعزون عند شربهم وأكلهم لأن هناك حاولات للقمامة، فنحن اليوم مراقبون عالميا من أجل انتقاد أقل هطواتنا. هذه أحبتي من أهم ومن أروع الملاحظات. أسألكم أحبتي وش رأيكم فعلا عن الموجودة أو لا؟ الموجودة بالنسبة للرجال واضحة، اسألوها النساء. أنتم أحبتي وإن شاء الله كل النساء أخواتنا العزيزات مؤمنات ملتزمات، لكن خلنا نسأل شلون أوضاع المعتم مآتم النساء، شلون يتحركنا النساء وبأي شكل. البعض لا يمكن أن نعمل، نقصد هناك للأسف بعض الناس ما متفقين، والبعض الآخر ربما هي طوال السنة قاعدة تلبس مثلا لباس معين من يعني لباس مخصر أو ملفت للنظر مبرز للمفاتن، لكن عندما يأتي محرم الحرام وتريد أن تتوجه إلى المأتم فهي تتوجه لتفصيل العباءة الزينبية. عندهم اعتقاد إن شلون أدخل المأتم هاي بعد شي زين، ليش؟ لأن البعض ما قاعد يتغير فيها شيء، رايح على المأتم وبشكل ملفت للنظر. ملاحظين كيف؟ وإلا القضية قضية واضحة.
إذا كنت مقتنعا بالعباءة الزينبية فلا يمكن أن تكون لموسم دون موسم. أدخل المهتم مهتم الحسين، لا شوي أحترم نفسي لأن داخل في مكان يذكر فيه الحسين، يذكر فيه أو تذكر فيه حضرة زينب وحشمتها والتزامها، لا بد أن تسلم. لا لا، هاي أمور مهمة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله. لذلك لو كل إنسان منا جعل من هذا الشعار حركة في حياته العملية لكنا بخير، لكن للأسف إنما خرج للطلب الإصلاح. هاي كلمة نسمعها ونرددها على طول الخط ونكتبها على البنرات في الشوارع ونقراها، لكن على أساس أن تتفعل على أرض الواقع لا، من الصعب. أنا كفرد أقول عندي صعوبة، ما أقدر أصلح نفسي، مثلا عندي بعض الهفوات، عندي بعض السلبيات، ما عندي قوة كما كانت لدى الإمام الحسين عليه السلام، قوة الإرادة التي واجه بها الطغيان الأموي، وقف متحديا لذلك الطغيان كما كان الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. صلى على محمد وآل محمد. وقف متحديا لطغيان قريش عندما حوصر في شعب أبي طالب، وقال لعبده أبي طالب: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أموت أو يظهره. كذلك وقف الحسين عليه السلام بقوة الإرادة ليواجه الطغيان الأموي، ليرفع كلمة الحق ويلحق كلمة الباطل، ويرفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى على محمد وآل محمد. قوة الإرادة اللي المفروض تتفعل لدى كل إنسان منا أحبتي على صعيد الواقع، على أرض الواقع أنا أفعل شيء يسمى قوة الإرادة. قوة الإرادة بالنسبة إلى الإمام الحسين هي قوة التغيير إلى الأفضل. إحنا نصلي ونذكر في كل صلاة، إذا أقمنا الصلاة مرتين، وإذا أقمنا أو طبعا قمنا بشعيرة الأذان ثم الإقامة أربع مرات، ماذا نقول؟ حي على خير العمل، وخير العمل هو ماذا؟ هو أفضله. إذا كان مفسر بالصلاة فالصلاة هي من خير الأعمال، وإن كانت مفسرة بعلي عليه السلام فعلي عليه السلام الذي طرف الأمثلة الرائعة في العمل الأفضل والأحسن. وبالتالي خلينا ناخذها بعنوان واسع، أن يعمل الإنسان ويتحرك من أجل الأفضل والأحسن. حي على خير العمل. نعم نعم أحبتي، هكذا هو الإمام الحسين. بعد حرك شعار وعنوان لدى الإمام الحسين عليه السلام، وهو أن الإمام الحسين من العناوين المعروفة عنه ومن الصفات المعروفة إباء الضيم. الإمام الحسين عليه السلام هو أبي الضيم. شلون أبي الضيم؟ لأنه رفع شعار العزة والكرامة عندما ركز بين اثنتين، بين ماذا؟ السلة والدلة. ماذا قال؟ هيهات من الدلة، يأبى الله لما ذلك ورسوله والمؤمنون. ما يمكن احنا نعيش حالة الدلة، هذا هو شعار الإمام الحسين. احنا الأعزاء، ليش؟ لأن الله تعالى اختار للمؤمنين العزة، ولله العزة ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. والإمام الحسين عليه السلام يمثل الإيمان، وبالتالي رفع هذا الشعار هيهات من الدل. لما أريد له أن يعطي بإعطاء الدليل ويقر إقرار العبيد، قال: لا أعطيكم بإعطاء الدليل ولا أقر إقرار العبيد، أنا إنسان عزيز، الله تعالى اختار لي العزة، ولا يمكن أن أعيش الجل ولا الأحضار. هاي من الصفات اللي أنا وأنت إن شاء الله نعيشها ونفعلها على أرض الواقع، خصوصا مع التحديات التي نواجهها في كل يوم. بعد أحبتي، من صفات الإمام الحسين عليه السلام الشجاعة. شلون شجاعة الإمام الحسين اللي واجه من خلالها طبعا 30,000 سيف أموي يقابل بنالات بنيف وسبعين
والحال بأن الإمام الحسين عليه السلام عندما وقف ليلة العاشر ويعرف بأن المصالح راح يتفرقون، لأن الناس عبيد هذه الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يحوطونه ما درد معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل مد يانون. لكن كانت هناك شجاعة، يعرف راح يواجه عدد كبير، أقل التقادير 30,000 اللي واجهوا الإمام الحسين أو اللي واجهوا الإمام الحسين، ولكن كانت هناك شجاعة، الشجاعة اللي تمثلت في أنه يفقد كل أهل بيته، كل الشباب والكبار والصغار، اللي حتى الطفل الرضيع ما كانت هناك ذرة من الرحمة، ذبحوه من الوريد إلى الوريد أين المنادي وحسيناه. ومع ذلك أحبة الإمام الحسين ما عاش حال من الانهيار، بل وجه الخطاب إلى رب العزة والجلال، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، كما كانت أيضا وأخذت بهذا النهج أخته الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، وقال عندما أصيب ابنه الرضيع هون ما نزل بي أنه ماذا بعين الله، شلون رباط الجأش قوة وثبات صمود كان لدى الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بعد عدنا من العناوين، وهذا عنوان الأخير، ونخدم إن شاء الله هذا المجلس لنؤكد على هذه العناوين الرائعة ونحاول نفعلها على أرض الواقع. عنوان الصراحة لدى الإمام الحسين عليه السلام، شلون كان الإمام الحسين عليه السلام صريح، لم يعيش حالة من المراوغة، وهناك عدة مواقف، الموقف اللي يؤكد على هذا المعنى لما استدعاه والي المدينة ليأخذ البيعة عنه ليزيد ابن معاوية، وقف الإمام الحسين بكل صراحة قال إن أهل بيت النبوة معدن الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل، بنا فتح الله وبنا يخدم، ويزيد فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلم بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله، بكل صراحة أعطاها أقوال المدينة آنذاك. هذا موقف آخر، ليلة العاشر من المحرم يخطب خطبة في من جاءوا معه من المدينة ليؤكد على أنه ما في مجال، لو قتلوكم ما تركوني، ولو قتلوني ما فكروا فيكم، هي هاي القضية بكل صراحة. كل الرواية فتفرق أهل المصالح، وبقى مع الإمام الحسين لا قل قليلا ممن اختارهم الله تبارك وتعالى ليكونوا أنصارا للإمام أبي عبد الله الحسين، وهاي دعوة من الإمام الحسين في مثل هذه الليالي. الإمام الحسين يستصرخنا ويقول ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذا يدب عنا. أنت تلبي لو ما تلبي هاي الدعوة، إن شاء الله تكون من الملبين لنداء الإمام الحسين عليه السلام. والتلبية أحبتي بعدة أشكال، أن نلتزم منهج الإمام الحسين، أن نعيش حالة الألم والحرقة واللوعة لما جرى على الإمام الحسين عليه السلام، وأتمنى أكون مع الإمام الحسين. ولذلك اليوم الناس، كل الناس تتهيأ لاستقبال هذا الشهر بأي طريقة، تتهيأ بطريقة لتنشر السواد وتعلن رايات في الشوارع وتؤكد على شعارات الإمام الحسين عليه السلام، وبعد تفتح المهاتف وتعيش يعني حالة من التهيئة للتفاعل مع ما جرى على الإمام الحسين، لأنه نعرف وعندنا يقين بأن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام مما أكد عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الكثير من الروايات. الدمعة في حدات على الإمام الحسين تجري الهام،
ترفع الغم، تدفع البلاء، فيها ما شاء الله الكثير من الفوائد في الدنيا احبتي. اما في الاخره فحدث ولا حرج في المؤمن، هناك العظيم الكثير من الفوائد العظيمه لقضيه الجمعه على الامام الحسين. من بكى فخرج من عينيه مقدار جناح ذبابه، فكان اجره على الله تبارك وتعالى، ولم يرضى له الا بالجنه بما مضمون الاحاديث يؤكد على هذا المعنى الرائع. ولذلك احنا نتهيأ في مثل هذه الايام، في مثل هذه الليالي، والله يرحم الشعراء، احدهم يؤكد على هذا المعنى. وش يقول؟ يقول عاشور هلوا هاجت احزان المسلمين، يلا وياي وتجددت عند الخلايق ذبحة حسين. الله مهجور مهجور، هي اجعل الشيعه الحزين من هل الهلال، كل النظر غيره صف الدمع خمال، ولجل التعازف هيئوا نسوان ورجال، وفتحوا مهاتمهم وصاروا مستعدين. اخ قبل ما تجي ماتت تشوف بس سواد، وفيه الخضاق متجمعه وتسمع التعداد، والناعين احسن يا وسفه كل البلاد، ومن يبتسم واحد يقولوا له مروسين. اوائل شهر المحرم من يجي ويطلع هلاله، يلا يا يذكر الشيعه بذبحه حسين ورجال، وتبجي على حرق المغيبه وضيعت عياله، وتصرج بناتها وتهمل دمعه العين. اين المنادي راح حسينا وما تسمع الا بكل قلب، تبجي الشيعه وتدعى على اللي بكربلاء رضا وضلوع، واحسن وتبجي على طيحة بالفضل يمين الشريعة، وتبجي على الأكبر وجاسم الشياهين. أين المنادي وحسينا عظم الله يقول. أما حال الزهراء فهي باكية العين حزينة القلب، وهي موجودة حبيبنا معكم أحبتي الله الليلة. شلون تبكي على ولد الحسين؟ شلون تندم على ولد الحسين؟ يتم أبي وولده وحسينا، والله البدولة جالسة والصاعد انفاس، وتصيح يا ابني يدفن جسمك بلا راس، وقبل اللفين يا ابني ابواب الليل تمرا، وتبقى ثلاث ايام عارف أين المنادي وحسينا، والدور في وسط المعاه زاد دمع مسفور، وتصيح الزهري يا شيعة على المذبور. ليش يا زهراء صاحت جيب من اجل ضل فوق القاع مطلوب، وانتو على بني تدخلون بدمعة العين.
وسيدا أين المنادي وإمامها وسيدا يوجه العزاء إلى صاحبة العزاء أيا زائرا إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة كل عمولة وياي وعرج على مكسورة كل عمولة وحدد لما مفصلة يلا مش مشوي فاطمة كلمة حسين ومجدد وقد ما تعود شامل بشا بقراتي نادى يا هذا الوالد ولدهم الاكرام ويعيد عليه الخير أين المنادي وحسين كذب الموت فالحسين مخلد كلما أخلق الزمان تجدد يا الله إلهي تقبل أعمالنا أصلح أحوالنا فك أسرانا شافي مرضانا وجرحانا انتقم لنا يا رب ممن ظلمنا أنصر الإسلام والمسلمين أحضر الكفار والمنافقين وأي حماة الدين إلهي اختمنا بخير واكفنا ما همنا من أمر الدنيا والآخرة وبلغنا يا إلهي لمحرم الحرام بخير وعافية وسلامة وإسلام إنك على كل شيء قدير المؤسسين والحاضرين فردا فردا اللهم احفظهم في أنفسهم ولويهم وأهلهم المتعلقين وارزقنا يا ربي زيارة أهل البيت السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول